معانا ماهر جنينه ونروح لمحلل الكره الافريقيه. ازيك يا ماهر؟ ازيك يا ماهر، عامل ايه؟ الو، حضرتك يا كابتن، ازيك يا ماهر، اخبارك ايه؟ كله تمام؟ كله بخير الحمد لله. الحمد لله تمام. عايز بس اعرف من خلالك الفريق السنغالي اللي هيتقابل مع نادي الزمالك، واللي هي ان شاء الله هيكون في نص شهر 9 المباراه الاولى، وفي الجزء الاخير من الايام الاخيره لشهر 9 هيكون مباراه العوده في القاهره. من هذا الفريق؟ مين الفريق يعني ده؟ طبعا فريق جنريشن، يعني اسم ما يعتبرش اسم غريب عن يعني متابعي كره القدم في افريقيا او متابعي كره القدم المصريه. الفريق ده طبعا هو الفريق اللي تخرج منه ساديو ماني، اللي هو يعني احد ابرز لاعبي الكره الافريقيه حاليا في العالم. فريق شفنا قبل كده واجه مصر المقصه، قبل كده شفنا يعني فريق بيعتمد على عدد كبير من اللعيبه الناشئين بالتعاون مع نادي ميدز الفرنسي، بيخرج عدد كبير كل سنه بيوديهم فرنسا، كل سنه مش اقل من 6 أو 7 لعيبه بيخرجوا من الفريق ده بيلعبوا في الفرق الاوروبيه، ويعني وتحديدا لنادي ميدز الفرنسي. فريق تاسس سنه 2000، رئيسه ماجي توريه، يعني احد الشخصيات السنغاليه المشهوره. كان بدا في دوري الدرجه الثانيه في السنغال، وصل لدوري الممتاز في السنغال عام 2015، قدر يحصل على بطولة الكاس 2015 2018، بطل الدوري 2017 2019، حامل اللقب في الدوري السنغالي. سياسة الفريق زي ما قلت لحضرتك كلها بتعتمد ان هو بيجيب لعيبة صغيرة سواء من السنغال او من افريقيا، من الدول الافريقية، وبيبدا يدربهم يعني بطريقة تدريب معينة تحت اشراف نادي ميدز الفرنسي، وبعد كده يخرجهم لاوروبا. شفناه تأهل طبعا على في الدور التمهيدي في دوري ابطال افريقيا على حساب نادي اولارز الليبيري، خسر في اللقاء الاول في ليبيريا 1-0، وقدر على ارضه ان هو يكسب 3-0 على ارضه. يعني بالنسبه للزمالك ان شاء الله هيكون لقاء سهل لنادي الزمالك. طبعا انا كنت بتكلم على المدرب الجديد للفريق، طبعا الاداره العام الماضي كان مدرب فرنسي اللي هو اوليفر برين، ده كان معينه نادي ميدز لفريق جنريشن، وترك الفريق بعد ما حط السياسه التدريبيه اللي هو شايفها وعمل معايشه مع بعض المدربين اللي بيتولوا الاداره الفنيه الحاليه للفريق اللي هو تيجابي فال. اتكلمت معاه، قال لي انا عارف قيمه الزمالك يعني كويس جدا، الزمالك انا عارف ان هو عامل صفقات كويسه جدا، اتكلم على وجود ميتش وان هو مدرب ليه خبره كبيره في افريقيا واحتك يعني باكثر من فريق افريقي دربه وعنده خبرات كبيره في افريقيا. قال لي في فرق كبير بيني وبين نادي الزمالك، اعتقد ان هو هيكون لقاء سهل ان شاء الله لنادي الزمالك، والزمالك يقدر يتخطى فريق جنريشن الزمالك ان شاء الله باذن الله. هو معظمهم لعيبه مواليد 98 97 يعني قد بعض اللعيبه منهم 99، يمكن اكبرهم يعني ممكن يكون يعني في 93 او 94 اكبرهم يعني. يعني عندهم 5 لعيبه، يعني الفريق بيضم طبعا كل العناصر معظمها من السنغال، لكن بيوجد 5 عناصر محترفه في الفريق. عندهم لاعب مدافع عنده 20 سنه من جامبيا مميز جدا، عندهم ايفينانج المهاجم الكاميروني برضه مهاجم مميز جدا، عندهم 2 لعيبه من مالي، يعني بيعتمدوا برضه على ما بيعتمدش على كل القوامل. كان في كلام ان هو عندهم حارس مرمى مميز قوي. بالظبط، حارس المرمى بتاعهم مميز جدا، وكان موجود ضمن قائمه المنتخب السنغالي الاخيره اللي لعبت بطوله الامم الافريقيه في مصر. عندهم يعني هو الحارس ده هو اللاعب الوحيد اللي كان موجود مع منتخب السنغال اللي وصل للمباراه النهائيه؟ بالظبط، هو ده اللاعب الوحيد المحلي يعني من الدوري المحلي. بالظبط، هو ده اللاعب الوحيد اللي من الدوري المحلي. بس اقول لحضرتك حاجه، منتخب السنغال الحالي اللي لعب بطوله امم افريقيا الاخيره عنده حوالي 14 لاعب مروا عبر الفريق ده، يعني كل المنتخب السنغال بيعتمد القوام الاساسي، اللعيبه بتبدا في جنريشن وبعد كده بتحترف. هي عباره عن اكاديميه، زي اكاديميه كده. بالظبط، هي عباره عن اكاديميه بتتعاون مع الكبرى الفرق الاوروبيه زي ما بقول لحضرتك، يعني ساديو ماني منها، دي فرساكو، من اسماعيل صار اللي هو نجم المنتخب السنغالي في البطولة. اعتقد مصر المقاصه لعب هذا الفريق صح؟ بالظبط، مصر المقاصه قبل كده لعب فريق جنريشن. واقول لحضرتك يعني انا كنت بتكلم معاهم بالنسبه لموضوع بس اللقاء، يعني لغايه دلوقتي هم هياخدوا قرار بكره فان اللقاء هيبقى مذاع او غير مذاع. يعني لان هو يعني هو ما في لغايه دلوقتي لسه ما فيش قرار، بس القرار هيتاخد بكره. طبعا في محاولات كتير من مصر بتتم عشان اللقاء يتذاع، بس لغايه دلوقتي لسه ما فيش قرار من جانبهم. من جانب هم مش متعودين ان هم يذيعوا اللقاءات. بالظبط، هم عندهم قناه خاصه بيهم على اليوتيوب وصفحات على الفيسبوك وموقع بيذيعوا كل حاجه لايف عن طريق الصفحات الخاصه بيهم. طبعا بس هو في كلام ان يعني ان هو الرد النهائي هيكون بكره بالنسبه لموضوع بس اللقاء.
ان شاء الله. اشكرك جدا. هل تتوقع المباراه الاولى هتيوم ايه يا سمعه؟ محددين 13 و14 و15؟ لا هو لسه ما حددوش اللقاء، اعتقد بكره برضه هيبان، يعني بكره هيبان بعد ما يشوفوا ان اللقاء هيتذاع او لا. موضوع تحديد الميعاد هيبان بكره يوم الاثنين. طيب ماهر معلش، ما عندكش اي معلومه عن الفائز بدوري الابطال ترجي الوداد الاستئناف؟ هل مباراه السوبر مؤجله لاجل غير مسمى هيتم تحديد؟ يعني هي المشاكل الاخيره اللي حصلت في الاتحاد الافريقي كلنا عارفينها، والاحداث الاخيره في عمليه لخبطه بشكل كبير في الاتحاد الافريقي، فهو موضوع الفائز ويعني والموضوع بتاع الاستئناف والمحاكم موضوع مؤجل يعني بشكل مؤقت، لكن يظل الترجي هو بطل دوري ابطال افريقيا حتى الان. لكن لا لا لم يتم حسم موضوع السوبر الافريقي امتى؟ لا 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 لم يتم الحسم بسبب المشاكل الكبيره اللي بيمر بها الاتحاد الافريقي في الفتره الاخيره. يعني ما اعتقدش ان هو ممكن يكون في شهر 9؟ لا ما اعتقدش، ما اعتقدش. حتى لو كان في شهر 9 يكون في نهايه الشهر مثلا. لكن هو لغايه دلوقتي لم يتم التحديد، وزي ما بقول لحضرتك يعني في مشاكل داخليه كبيره في الاتحاد الافريقي في الفتره الاخيره، واحداث كثيره بتاجل موضوع السوبر الافريقي حتى الان. تمام، اشكرك زميل ماهر جنينه محلل الكره الافريقيه في برنامج الزمالك اليوم.